الرابع من يونيو القادم هو التاريخ الذي حدده سوق دبي المالي لتطبيق الصيغة المطورة من جلسة ما قبل الإغلاق، بالإضافة إلى تحديث فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق، علما بأن سوق دبي قام خلال مايو 2014 بتطبيق هذه الخطوة بصورة مبدئية. وستوفر جلسة ما قبل الإغلاق بصيغتها الجديدة إطاراً ينظم مختلف عمليات إدخال وإلغاء الأوامر ومطابقة أوامر البيع والشراء، في حين تتيح فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق ومدتها 5 دقائق للمستثمرين وضع أوامرهم وفق سعر الإغلاق، وهو سعر المزايدة المحتسب من خلال النظام. وعليه ستكون جلسة ما قبل الإغلاق من الساعة 1:45 ظهرا إلى الساعة 1:55:20، وتشتمل الجلسة على جدول زمني ينظم عمليات إدخال الأوامر الجديدة وتعديلها أو إلغائها، وتتضمن 3 مراحل، هي مرحلة إدخال الأوامر، مرحلة حظر إلغاء الأوامر، مرحلة مطابقة أوامر البيع والشراء. وتعد هذه الجلسة بمثابة فترة تراكم الأوامر، بما يتيح للوسطاء والمستثمرين إدخال أوامر مؤجلة التنفيذ لحين إتمام عملية المطابقة. أما بالنسبة لفترة التداول وفق آخر سعر إغلاق فستكون بين الساعة 1:55:20 والساعة 2:20، بما يتيح للوسطاء والمستثمرين وضع أوامر قابلة للتنفيذ، سواء كانت أوامر جديدة أو مدخلة مسبقا، وذلك وفق سعر الإغلاق فقط، على أن يتم الاعتماد على سعر الإغلاق السابق في حال عدم توفر سعر إغلاق جديد خلال الجلسة ذاتها. وتعد فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق كمبادرة من سوق دبي المالي لمواكبة ترقية السوق من قبل مؤسسة MSCI، إضافة إلى أنها ستسهم في التقليل من احتمالية حدوث اختلال في سجل الأوامر في حال كان الهامش بين سعري العرض والطلب خلال جلسة ما قبل الإغلاق كبيرا، كما ستعزز هذه الفترة من مساعي المؤسسات الاستثمارية لإعادة توازن الصفقات وكذلك تدفق الصفقات من العملاء، كما ستتيح الجلسة للمستثمرين فرصة التداول أو تعديل المراكز على أساس سعر الإغلاق. وتأتي هذه الترتيبات الجديدة كمحصلة لمناقشات مستفيضة مع المتعاملين في السوق، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتطوير بنيته الأساسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال.